سيد رئيس سعادة المفوضة السامي لحقوق الإنسان، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تساعد هذه الآلية كثيراً على تقييم الكيفية التي يمكننا بها مواصلة دعم تقدمنا من خلال تعزيز القوانين والممارسات في مجال حقوق الإنسان. وأؤكد بأننا سنظل ملتزمين التزاماً كاملاً بهذه العملية.